متابعي قناة أنفاس باريس، مرحبا بكم. احنا الآن تتواجدوا في محطة تصفية المياه العادمة بعمالة إقليم مديونة بمدينة الدار البيضاء. هذه المحطة جات باش تصفية المياه العادمة لسكان إقليم مديونة، بحيث أنه يتم تصفية واحد العدد تاع 3800 متر مكعب يوميا من أجل يعني الاستغلال ديالها حتى في الجانب الفلاحي. فهذه المحطة هذه تتوجد واحد يعني لابغي تقول واحد المنطقة زراعية نموذجية من أجل استغلال هذه المياه العادمة اللي تتم التصفية ديالها. أجي نشوفوا أهم المراحل اللي تتم فيها تصفية المياه العادمة في هذه المحطة هذه. من الأشياء اللي كتقبان المحطة ديال معالجة المياه العادمة ديال المديونة هي إزالة التلوث الكبير الحجم والتلوث الدقيق والتصفية عبر الأغشية الدقيقة. كانت المراحل الأساسية اللي هما التصفية يعني المعالجة القبلية، المعالجة البيولوجية والتصفية عبر الأغشية الدقيقة. ومن طبيعة الحال كيدخل الماء يعني مياه عادمة ملوثة وكتخرج مياه عادمة ذات جودة اللي هي كتمكننا باش نعاودوا نستعملوا هذا الفلاحه في السقي الزراعي. هذه المصلحه هذه فيها رئيس مصلحه، مهندس رئيس مصلحه، وفيها من طبيعة الحال واحد العدد ديال واحد العشرة الناس ديال الاستغلال وديال الصيانه. كيفاش تتم عمليه تصفيه هذه المياه العادمه؟ عمليه تصفيه المياه كدوز عبر مراحل، وباش نراقبوا هذه المراحل ديال التصفيه هذه المحطه هذه كتوفر على واحد المختبر اللي كان ديروا فيه التحاليل لمراقبه مدى الجوده ديال هذه المياه هذه. بطبيعة الحال المراقبه كتكون صارمه ومستمره. بعد المرحله اللي هي المعالجه القبليه كندوزوا للمرحله ديال المعالجه البيولوجيه في هذا الحوض البيولوجي اللي فيه البكتيريا، فيه الاوحاء المنشطه، وهذه البكتيريا هذه كتمكننا باش نزولوا هي كتستهلك هذيك التلوث اللي هو الكربون لازوت الفوسفور، التلوث اللي هو عضوي، وكننتجوا واحد الاوحال مع مياه معالجه. ومن بعد كندوزوا للمرحله ديال التصفيه عبر الاغشيه الدقيقه باش كنفرزوا ما بين المياه المعالجه والاوحال. وجدر اشاره كذلك الى ان المحطه كتحتوي على واحد القسم ديال وحده ديال معالجه الروائح الكارهه بطريقه كيميائيه. دونك كنستعملوا فيها الحامض السلفوري، وكنستعملوا فيها لاسود ولو جافيل، وهكا كان ذاك الهواء اللي هو كيعتبر روائح كارهه اللي تقدر تضر البيئه كان ما كتبقاش. دونك هذه المرحله النهائيه ديال التصفيه ديال المياه العادمه. كنحصلوا على مياه عادمه ذات جوده عاليه، معالجه ذات جوده عاليه، وعندنا واحد الفضاء ديال التجارب الحضريه ديال الزراعه الحضريه هنا في المحطه اللي كنجربوا فيه هاد المياه هذه، وكتعطينا نتائج جد مرضيه. وهذه المحطه هذه كنصفيو فيها 3800 متر مكعب في اليوم والليله.